مالية 3 مليون مليار الجهوية والمحلية على كافة الجهود اللي يعملوا فيها فريمون. يوم الحريف الوفي ايش معناها؟ احنا كنا راسلنا جميع المؤسسات الايواء السياحي وكاله الاسفار، لمتنا باكثر حرفائهم او في وفاء الى الوجهه، وجهه سوسه بالتحديد، مشكله تونس ككل. كل يوم لمينا تقريبا 10 حرفاء باش نكرموهم على وفائهم لولايه سوسه، ثم حتى حرفاء اوفياء لنزل معين او لوحده فندقيه معينه ولوكاله الاسفار معينه. وهذا نحبوا نثمنوه في اطار الاحتفاء بيوم او باكتوبر الوردي، حتى تكون الفقرات متنوعه كما تشوف. هناك جميع انواع الموسيقى، هناك ماجورات سوسه، هناك اطفال الطفول، وهناك الموسيقى الغربيه حتى تستجيب لكل الاذواق، وهناك عرض للصناعات التقليديه المحليه والاكلات التقليديه بالتعاون مع جمعيه الطهي للجميع ومختلف المؤسسات في الحقيقه، الى جانب الدراجات بالتعاون مع جمعيه ويباي كنسوب ومختلف الجمعيات الاخرى، وكذلك المشي، حيث تم معنا انطلاق رياضة المشي من بوجعفر حوالي 8:30، ثم الدراجات حوالي 9:15، وتشوف انطلاق النشاط في المحطة السياحية حوالي 10 في فقراته المتنوعة. يتواصل هذا إلى غاية معناها نصف النهار، سيتم تكريم الحرفاء الأوفياء، ثم ما في ساعة يعني الواحدة بعد الظهر اختتام كل الفعاليات، وإن شاء الله يكون هذا تقليد لتكريم الحرفاء الأوفياء لولاية سوسة ولسياحة سوسة. Tunesien sollte ihre zweite Heimat sein. Ja, ist ja auch. Ist ja auch. Wir haben die Jessie in Almania, 54 Mal in Tunis. Die Schau. 25 Sene, كل عام, جي, مرتين, 5. تحت إشراف ولاية سوسة. Manfred Lisa, مرحبا بلاس. مرحبا بلاس. مسيش سقف عليهم, مسيش.